تشارك مملكة البحرين الدول العربية الاحتفاء بيوم اليتيم العربي، وذلك من خلال تنظيم الفعاليات والبرامج في إطار الشراكة المجتمعية وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة. وبهذه المناسبة أكدت وزارة التنمية الاجتماعية على ما تحظى به فئة الأيتام في مملكة البحرين من اهتمام ورعاية مباشرة من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، مثمنة الدعم الدائم والمستمر من الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك إدراكا لمكانة الطفل اليتيم وفضل كفالته عند الله سبحانه وتعالى. وأشارت الوزارة إلى استمرار دعم اليتيم وصون حقوقه عبر تقديم كافة جوانب الرعاية المعيشية والاجتماعية والصحية والنفسية والتربوية، مؤكد الحرص على دمج الأيتام مع مختلف شرائح المجتمع وتوفير بيئة تربوية سليمة شاملة لكافة مراحلهم العمرية.